السكاكر بأشكال وألوان ونكهات منوعة لطالما كانت ولا زالت تجذب الأطفال وتفرحهم. تصنع يدوياً من قبل صناع سكاكر تشيكيين يقدمون للزوار على مدار اليوم عرضاً مبهراً. يقع كندي إثيوبيا في قلب المدينة القديمة في براغ، وهو متجر من المتاجر النادرة في أوروبا الذي يتيح للزوار مشاهدة الطريقة التقليدية لصناعة حلوى السكاكر، الأمر الذي يجذب إليه يوميا عشرات السياح من كافة أنحاء العالم. يأتون إلى هنا لمشاهدة العرض المبهر الذي يقدمه لنا صانع السكاكر في المتجر، خاصة أن هذه الحرفة اليدوية التقليدية أصبحت نادرة جدا في أوروبا نظرا لأنها تحتاج للكثير من الجهد والدقة والفن. الطريقة التي تصنع فيها هذه السكاكر هي الطريقة التقليدية التي كانت تستخدمها السيدات في المنازل، وجميع النكهات والألوان التي تستخدم هي نكهات طبيعية عضوية أيضا كانت تستخدم في المنازل. أساس هذه السكاكر قطعة سكرية يتم تسخينها حتى 160 درجة مئوية، تضاف إليها الألوان وتصنع منها عدد من الطبقات الملونة لتشكل قطعة كبيرة يتم تشكيلها بمهارة بألوان وأشكال مختلفة. تستغرق صناعتها حوالي ساعة لنحصل في النهاية على أشكال هذه الحلوى الجذابة.